الا بغيتي تشري بي سي مستعمل، اولا كتشوف كتشد البي سي كتقلبو كتشوف دوك التورنو فيسات، البلاصه ملي كيتحل كنشوفو الفيسات، كنشوفو الفيسات ماشي التورنو فيسات، كنشوفو الفيسات، كنبقاو نشوفو الفيسات، كنشوفو هادوك الفيسات واش ما مضغوطينش، واش ما مقشرش ليهم الصباغه، حيت الا باش تعرف هذاك البي سي ديالك واش فيه تحل ولا ما هذاك البي سي اللي بغيتي تشري واش فيه تحل ولا ما تحلش. بطبيعه الحال ما كنهضرش على البلاصه ملي تنقول الفيسات، ما كنهضرش على البلاصه ديال الديسك دور والرام، حيت ممكن انك تحلها، يعني ممكن الصانع يحلو باش يزيد مثلا في الديسك دور ولا يبدل الرام، هذا ماشي مشكل. المشكل هو الفيسات الاخرين اللي تيكونوا شاد ديال الكركاس ديال البي سي، هذوك ما خصكش تلقاهم محلولين. تاكد كذلك تشوف البادي ديال البي سي، تشوف واش ما مهرش ما مضروبش ماشي قنت، يعني باغ اكزومبل تقدر تلقى البي سي ديالك مضغوط ماشي قنت، هذا يعني هذا البي سي راه طاح، والبي سي بورتابل ما خصوش يطيح، لانه علاش؟ لانه ملي كيطيح كيقدر انه كيوقع واحد لو شوك في في المادر بورد، فبالتالي من الافضل انك تبتعد عليه حيت يقدر يكونوا فيه شي مشاكل، يقدر يكون مقني. هل الاخ اللي سولنا قبيله على البي سي ديالو قلت ليه راه تيسخنوا لا كارت جرافيك، حيت كاينين شي مشاكل يقدر مثلا يطيح تمشي ليه الكارت جرافيك، ياك غيجي البياع والشري اش غيدير مثلا في الكارت جرافيك، غادي غير يسخنها بالسخون وغادي تعاود تخدم، غتشري من عنده غيضرب لك 3 شهور غادي يعاود يخسر البي سي، البي سي بورتابل ديالك اللي يلاه شريتي وما يعقلش عليك، يقول لك لا انت اللي درتي ليه شي حاجه.